شغلة صغيرة يعني طلعت حكي فاضي يعني محلت ومش الحال يعني شغلة مكتب العقاري وين رخصته ما وين رخصته وانت عم تبيع وتشتري بدون ما ترجع لنا من الحكي يعني بس أنا الموضوع والقصة اللي جماعتكم مش أنا هو البلاوي اللي أنا شفتها جوا إيه والله البلاوي قد ما حكيت لكم قليل جوا شكرت ربي ألف مرة إيه والله شكرته وحمدته ألف مرة ليش؟ مو بيقول لك الخازوق أكلو أكلو بس وقت تعرفوا بيجي أحن معي أنتو؟ معه ركبنا ما تحملونا بأوصاف شو شفت؟ أخي الحارة ترجع مثل أول نسوى ما عاد يرجع شيء مثل أول خالصين العيشة بحارتنا هون صارت شبهة لك كل شيء يا جماعة معدود علينا صار كل شيء النفس معدود علينا والجماعة بيعرفوا كل شيء عن كل واحد فينا كلياتنا من أول ما كنا قبل الضرب وهشينا لبعد ما رجعنا وين كنا ومع مين حكينا وكيف طلعنا وكيف رجعنا بيعرفوا كل شيء ما في شيء مخبى كله بيعرفوه أنا عن نفسي بصراحة خلص صفر العداد انضبط بغراضي وبيع بيتي واخد بناتي وماشي يا حلو والله يعني بكرة حيجي يوم إذا نطلع ورقة من النفوس بيقولوا لك تعال بدهم يفيشوك إيه لا بقى ما عاد العيشة هي ما عاد العيشة فوزان شو خلاصة الحكي؟ رح يطلعونا من الحارة مرة تانية؟ أنا ما قلت هيك عمي سيف الله يرضى عليك أنا ما قلت هيك لا تقولني شي ما قلته أبدا أي شغلة شخصية بترجع لكل واحد لحاله بده يروح بده يبقى بده يهج يصطفل عمي بس بصراحة الشي اللي بيطمن الله بيحبني جمعني مع ضابط جوا يا جماعة غير الضابط اللي شعطني وبادلني ضابط مرتب شرواكن وبن عالم وناس ومربى اسمه المقدم صهيب احفظوه المقدم صهيب وتعرف تاريخي وعرف مين أنا وعرف إني قديم وأصيل وعضو عامل وصاحب صفحة دام عزك يا وطن اختلفت كل المعاملة لحقوني بقى جوا على اعتذارات مع أنه قبل أي حدا جوا كان يعرف إني أنا من حارة العطارين ياجر فيني بس هلا اختلفت وصلت معهم لترتيب وهذا الشيء لازم تعرفوه كلياتكم كلكم ألم قايم أي بيت من بيوت الحارة أي عقار أي أرض بدها تنباع أو تنشرها عن طريقي أنا يعني أنا المسؤول الأول والأخير قدامهم مو قدامكم قدامهم مفوضين الجماعة معي أنتو